يندرج أيضا هذا اللقاء من منطلق مضامين خطاب صاحب الجلالة في عيد بمناسبة عيد العرش المجيد. الحاضرين معنا في هذا اللقاء الذي أردناه في حزب القوى الديمقراطية أن يكون لقاء أخويا صادقا صيفيا من أجل مقاربة العلاقات المغربية الجزائرية. والتوصيف الملكي للعلاقات أو لوضع العلاقات المغربية الجزائرية كان توصيفا دقيقا. عادة ما نسمع أن حالة المريض مستقرة تكون حينما يكون في مرحلة خطر داهم لا نعرف مآله، ولذلك في التوصيف الذي اختاره جلالة الملك في خطاب العرش الأخير يعبر عن هذه الحالة المرضية، نظرا لتمادي حكام الجزائر في اتخاذ عدد من الخطوات غير مبررة، إغلاق الحدود، إغلاق الفضاء المدني، العسكري ما عندنا مشكل، إغلاق كل منافذ العلاقات الدبلوماسية الأخوية، ولكن مع ذلك هي لم تستطع أن تغلق الإرادة الملكية التي عبر عنها في عدد كبير من الخطب، طلاقا من خطاب 2018 الذي دعا فيه جلالة الملك إلى حكام الجزائر إلى الحوار من أجل وذلك بدون شروط مسبقة، من أجل إيجاد مخرج لتكون العلاقات المغربية الجزائرية علاقة طبيعية. طبعا هذه الإرادة الملكية هي ما نستحضرها في هذا اللقاء، وهو اللقاء الثامن الذي ينظمه حزب جبهة القوى الديمقراطية من أجل أن يناقش علاقات المغرب مع جيرانه. واليوم طبعا في اختتام هذا الموسم السياسي يكون حزب جبهة القوى الديمقراطية بهذا الموضوع قد يساهم في لعب دوره التأطيري انطلاقا من المادة 7 في الدستور، وهو في ذلك يستحضر هذه العلاقات وهذه الأرادة المشتركة للشعبين. فالنخبة الجزائرية التي نلتقيها اليوم تعبر عن نفس المطلب، كل يدافع عن بلده، فالبوليساريو في نظرا جميعا وكل من منطلقه يعيق التنمية في هذه المنطقة، بل يستديم بؤرة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ومن أجل ذلك نحن فخورين بأن نناقش مع النخبة الجزائرية هذا المساء هذه المواضيع في تعبير صادق على أن الشعبان ما يجمعهما أكثر ما يفرقهما. تقدم بالشكر الجزيل إلى السيد مصطفى بن علي أمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية على هذه الدعوة الكريمة على هذه المبادرة التاريخية، علاش نقولوا التاريخية؟ لأن الطرفية نتاع العلاقات بين الجزائر والمغرب هي طرفية حساسة للغاية، ورانا نعيشوا واحد المأساة بأتم معنى الكلمة. قبل ما نتكلموا عن المأساة ولن أكرر ما قاله أستاذي أنور مالك، وليد كبير ناشط سياسي وإعلامي جزائري مقيم بالمغرب، أولا أتوجه بالشكر الجزيل إلى جبهة القوى الديمقراطية على هذه المبادرة التي أعتبرها هي نادرة في الوقت الحالي نظرا للظروف التي تعيشها العلاقات بين الجزائر والمغرب، ونحيي الحزب على هذه المبادرة ونتمنى أنها تتطور من أجل إعطاء الأمل للشعبين في مستقبل أفضل للعلاقات. العلاقات الجزائرية المغربية هي طبعا تمر بمرحلة حرجة وغير مسبوقة، رغم ما حدث بداية الستينات، رغم ما حدث بعد منتصف السبعينات. أعتقد في الوقت الحالي النظام الحاكم في الجزائر الذي فقد الشرعية الثورية ولم يستطع نيل الشرعية الشعبية يوظف هذا العداء مع أو صراعه مع المغرب من أجل إحكام قبضته على البلاد. والعنوان الذي اختير لهذه الندوة هذه اللي علاقات يعني مستقرة نتطلع أفضل، هذا مقتطف من الخطاب الملكي بذكرى عيد العرش، عندها معنى كبير هذه العبارة، يعني علاقات مستقرة معناها أنها الحمد لله
ما لا توجد حرب بين البلدين، وهذا أهم شيء يعني لحد الساعة. ودائما عودنا جلالة الملك بتفاؤله وبدعوته إلى الحوار وإلى رأب الصدى، وأن مستقبل الجزائر والأمن، أنا هذه قناعة عندي، مصلحة الوطن العليا في يعني لا تنفصل عن وجود علاقات طبيعية مع المغرب، لأن من مصلحة الجزائر أن يكون المغرب بلد مستقر، ومن مصلحة المغرب أن يكون الجزائر أن تكون الجزائر بلد مستقر. إذا كانت هذه العلاقات تمر بفترة حرجة، ولكن الحمد لله ما تطورتش الأمور إلى صدام مباشر، نتمنى أن ينخفض التوتر في المستقبل إن شاء الله بإعادة النظر من طرف حكام الجزائر في حول نظرتهم إلى المغرب وإلى مصلحة الوطن، لأن مصلحة الوطن تقتضي أن نتحاور مع جارنا، مصلحة الوطن أن نكسب أصدقاء أكثر من الأعداء. المبادرة مثل هذه نتمنى أنها تتطور وتكون لقاءات بين الأحزاب السياسية، ما هيش فقط بين النخب والإعلاميين مع مع أحزاب مغربية. المغرب كان دائما سباق لمد يد الممدودة، يد الممدودة ما هيش هاد السنة أو سنتين أو خمس سنوات، اليد الممدودة عندها أنا أعتبرها أكثر عشرات السنين. اليد الممدودة عبر التاريخ لمسها الشعب الجزائري عند بداية الحملة الفرنسية، عندما مد يده السلطان مولاي عبد الرحمن للجزائريين وآوى الجزائريون الذين هربوا من بطش الفرنسيين عندما كانوا يتوسعون في الجزائر. اليد الممدودة عشناها الشعب الجزائري أثناء الثورة التحريرية، عندما فتحت بيوت المغاربة للجزائريين، واحتضن المغرب الثورة التحريرية ودافع عنا وناصرنا السلطان محمد الخامس رحمه الله، وأنا ذاك ولي عهده الملك الحسن الثاني رحمه الله. يعني هذه اليد الممدودة قديمة، ما هي جديدة، وهذا هو الذي عاهدناهم من المغرب ومن ملوكه، ونتمنى إن شاء الله في المستقبل أن يعيد التفكير هذا النظام، وأن يدرك بأن لا مناص من إقامة علاقات طبيعية، لا مناص من تفكير بشكل جاد فيما يخدم الجزائر، لأن ما يخدم الوطن هو أن يكون لنا جار قوي، ما يخدم الوطن هو أننا علينا أن ندفع نحو بناء تكتل سياسي واقتصادي مغاربي يجعلنا في منأى عن أطماع الأجانب. نتمنى إن شاء الله، وهذا دور السياسيين والنخب في الدفع نحو ما يخدم مصلحة الجزائر والمغرب. شكرا لكم. حقيقة الذي أتمناه أننا نلتقي يوما آخر هنا، وأنا قد جئتكم من الجزائر ببطاقة التعريف فقط وليس بجواز سفر، في ظل حدود مفتوحة وستفتح يوما مهما فعل شنقريح وغيره من هؤلاء. فأين ذهب الجنرال الفلاني والعلاني؟ فهناك من هم تحت التراب، وهناك من هم في السجون يمارسون مصيرهم البائس على فسادهم واستبدادهم. صدقوني إن أطال الله في أعمارنا سنجتمع هنا وقد أتينا من الجزائر وببطاقة التعريف وعلى سياراتنا، وما فيش حتى يعني حرس حدود، واذكروا هذا الكلام جيدا. شكرا لكم.